السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عسلامة الناس الكل، إن شاء الله يا رب تكونوا في أحسن الأحوال. هاي ماي فريند، I hope you're doing well. Today we're gonna cook something special, Tunisian traditional food, sweet, between sweet and spicy. أوكي، اليوم باش نطيبوا مرقة تونسية عتيقة. المرقة هذه مرقة حلو، مرقة حلوة اللي تجي فيها الغلة، الفروت دراي فروت، يعني الغلال الناشفة. أوكي، كيما العوينة مثلا، العوينة تجي فيها العوينة، وتجي فيها المشمش أو المشمش، وتجي فيها الزبيب، وتجي فيها القزل. لكن القزل موش موجود، برغم غالي جدا وحبينا نشريه منه لكن مش موجود نهائيا. أوكي، نبدأو اليوم نطيبه. ناخذوا اللحم، وخذت مرت خويا هذه خذت اللحمة، وخذت حطت فيها البهارات، الكركم والفلفل الأسود والملح وزيت وبصل. we put my sister in law meat or beef. You can use on any one of them, beef or meat, with onion, turmeric, black pepper, salt and oil. نطيبوهم الكل، نقليوهم هنا باش تضيف عليهم الزيت، نقليوهم ومن بعد نقليوهم على الزيت فوق نحطهم فوق النار، تاخو غلوة حتى كل البهارات هذيك تاخو طعم اللحم، ياخو طعم البهارات العكس، يعني اللحمة هي اللي تاخو طعم البهارات. وي اد مور شطة، ضفنا عليها الشطة اللي هي معمولة في البيت حارة جدا. You can use paprika instead because it's spicy. No, we don't use tomato sauce or tomato paste. ما نستعملوش الطماطم المعجونة أو الطماطم اللي هي مكعبات، ما نطحنش نهائيا، ما فيش طماطم. قولي السبايس مثلا الشطة الحارة والبهارات الثانية، باودر عندك جارليك باودر مثلا، الثوم البودر. هنا نقليوهم بالكتات، قليب عملت لهم تقلية هيلة حتى تاخو اللحمة تسيب البهار في تسيب الطعم تاعها في البهارات وفي الزيت. نضيفوا لهم حمص ناشف، واد لك تشيك بيز كما تشوفوا، لايك يو سي جايز. And then after I think we're gonna add some water, and then we put some water and we cover it, we leave it to cook. احنا ضفنا الحمص اللي هو ناشف ومنقوع من قبل ومحطوط في الفريزر. نحطوهم ونخرجوهم ونعملوهم نرميهم في المرقة، يطيبوا مع البصل والحدا. وتعرفوا معناها يحتاج الحمص يحتاج وقت باش يطبخ، فاحنا نرميوه مع اللحمة. You guys you know it's chick peas, they need to cook before, so when you can cook it with the same time with the meat or beef, so until with they they well cook, you know, حتى تطبخ جيدا. اوكي، عمال زادت لها ماء وغطيناها وباش نخليوها باش نغطيوها ونخليوها تطيب. لا اله محمد رسول الله. وعندنا المكونات الاخرى اللي هي كما قلنا، طول نوريهم لكم لما تيجي الصوره كيفاش البهارات هذه اللي باش نستعملوها. مش بهارات، هم مكونات نتاعها اللي هي مشمش وعوينة، احنا نسموها كيكة في تونس لكن ما نعرفش انتوما، ما نعرفش كيفاش تتسمى هذيك. هنا طابت او مزات تطيب ومزات، ومن بعديكا كتيب باش نرميو المكونات اللي قلت لك، يعني تو نوريكم بالصوره حتى تعرفوا شنو هما المكونات. You can see guys and you tell me you know which one, this one, like those kind of fruit, dry fruit, expensive one, but it's so sweet when you put and so تشوفوهم المشمش وال كيما شفت المشمش والعوينة ومعها الزبيب. ونشوفوا اللحمة لما تطيب، احنا نرميو الكعبات هذوكم قدر العيلة اللي عندك. وهي المفروض تكون فيها القزدل لكن القزدل ما لقيناهوش،
برغم غالي جدا وحابين نشريوه لكن مش موجود. ما نعرفش بالانجليزي شنو يتسمى القزدر. This sauce between sweet and spicy. It's very tasty, good. It's very tasty. We add اما نزيدو هال الزبيب ونخليوه طيب ما طيبش برشا. يعني حكيت ماكسيمو ما تفوتش حتى 7 دقائق يعني. وتطبخ اول ما تغلي نحطوا القرن فلفل ينشف، خلوه لينتنشح الماء نتاعها ينشف وخلاص دان. هذيك هي تطبخ معنا. ما تكون عندك شويه مرقه ما تكونش فيها مرقه، يعني هي تحب ما تكونش فيها برشا مرقه حتى تكون فيها نكهه، يعني نكهه باهيه وبنه. وي دونت ليف ات تو ماتش صوص ان ات. You will see it when you see the guys right now after we cook it. So look, look, see, there is no more sauce, no more sauce. ما ثماش صوص برشا. نطفيو عليها وعملنا معها خبزة تابونة. هذه المرة خبزة تختلف على الخبز اللي متعودين عليه. احنا ناخذو مثلا كيلو سميد، 2 كيلو سميد حسب العيلة اللي عندك. And من غير ما نقول لكم how much, it's up to you guys how much you can even you do just 1 kilo. سامولين 200 غرام flour، يعني تحط كيلو سميد يكون ارطب نمبر 1 اللي هو رقم 1، وتحط معاه شويه فرينه حتى 200 غرام 300 على الكيلو. نبسسوها بالزيت ونحطوا الملح والخميره salt and yeast، ونحط warm water ونعجنوها وتلمها بالكدي. تلموها بالكدي وتتلم بالكدي وليبتو until تجرو double size. يعني نحنا نعجنوها ونخلوها ترتاح حتى تولي تخمر، حتى تولي يعني تكبر مرتين القياس متاعها، تخمر تكبر. يعني انتم تعرفوها double size تولي هذيك، وحتى الريحة تطلع لما تكون خامرة تطلع. يعني احنا الخميرة هذه المعجنات، الخميرة العجينة هذه ما تخش، يعني حكيت نص ساعة 45 دقيقة ماكسيموم ما شاء الله تكون خبزة خامرة. وكثرية الوقت نص ساعة تخمر لها الخميرة بالكدي، وتنجم تحط فيها البهارات يعني الخبزة باش تعطي كيما البسباس، كيما ذاك البلاك سيدز اللي هو لكح حبة البركة، حتى تعطي طعم للخبزة بنينة. هنا بعد ما خمرت عجنتها، وبعد ما تعجنها طبعا تعملها قرص وتخليها تخمر. وبعد ما تخمر تقرصها كما تعملها قرص خبز صغار وتخليها تخمر. ومن بعد ديك تطيبها في شوفوا الطابونة، مش زي الطابونة الكوشة، هذه هي اللي حديد، كلها حديد وبالغاز تمشي، مش كما بالطابونة اللي متاع عند أخ خالتي في المزرعة، يعني طابونة من طين ويحطوا الحطب، هذه غاز يعني استعملوا برشا ناس للخبز. مرت خوي كانت عندها واحدة فعملت لنا الخبز هذية. تشوف كيفاش طريقة صعيبة شوية، أنا حاولت باش نطيب معاها ما نجمتش، تحرقني لأنه سخانة ياسر. فهي ما شاء الله ربي إن شاء الله يجازيها كل خير. هاي الوحدة اللي الماكينة متاع الحديد هذه اللي كوشة من حديد طيب الخبز. وتتشوفوا ما بنوا محليه الخبز متاعنا شهي جدا. It's very nice. This is for a bread. She made this bread with this so sweet sauce. It's so beautiful, tasty. It's very nice and smell very nice. I hope you guys you like it and you try it. It's so easy to do it, and you can eat it this bread. You can eat it with those ones, like this sauce or any sauce or salad or any kind of food. It's you know it's perfect. I can't say how much it's beautiful and tasty this this lady food. Actually, she's perfect for cooking bread or any kind. Actually, all of them, my sisters, my wife's, my brother's sisters, they know how to cook. That's Tunisian. This is our.